عاون الكلب، يبقى اكيد هو اللي ورا البلاوي دي كلها، واكيد متفق مع الست دي عشان يضيعوا مستقبلي. ده راجل سماوي، كل اللي يهمه انه يخلص عليك. بص يا بطن، انا ريحت ضميري وقلت لك على اللي فيها، عليك انت بقى تخطط واحنا ننفذ. لو عايزنا نجيبه لك متشفي لغايه هنا اعتبره حصل. خد بالك ده ابليس، واكيد محصل نفسه كويس. لو هو ابليس احنا اولاد ابلسه، نحفر له خيته نصطاد بيها امه لحد هنا. سكه واحده بس اللي نعرف نجيبه هنا. سكتين. ايوه. يوه ده سي حافظ. رد بسرعه. الو. ايوه سي حافظ. طيب طيب ما تزقش كده. خد عايز اكلمك. الو. ايوه. تيني في المستشفى ليه؟ حادثه؟ حادثه ايه؟ طب طب ماشي ماشي، روح انت لسامي دلوقتي حالا. انا هتصرف. وامسح الرقم ده بعد ما تقفل. ها؟ سلام. في في تينا في المستشفى يا ساتر يا رب. والمحامي عنده جديد لقضيه سمع. يبقى اكيد البنت اعترفت على نفسيها. انا لازم اروح اشوف تينا. انا بس طالع على فين بس. استنى، هي في المستشفى اللي حصل لك فيها مشكله؟ انت نسيت ولا ايه؟ يعني الحكومه مترشقه في كل حته وده غلط عليك يا قبطان. هتلاقي المباحث موجوده في كل حته برضه. ان شاء الله تكون في وزاره الداخليه. هشوف تينا، انا هشوف تينا وانتوا هتساعدوني. هنساعدك. سترك يا رب. انا قلبي مطمن يا عمو. ان شاء الله خير. عمو حافظ. سما. خلاص قوي هخرج النهارده. حبيبه قلبي. الف مبروك. الف مبروك يا حبيبتي. الحمد لله على السلامه حبيبتي. الله يسلمك. ايه ده؟ هو عمر فين وتينا؟ ها؟ هو هم موجودين بس هنشوفهم بعد ما نخرج من هنا ان شاء الله. مالك يا عمو، في حاجه حصلت لهم؟ لا يا بنتي ما فيش، بس بنتي. بنتي فين؟ وديتوها فين؟ انتوا هتلبسوها القضيه ولا ايه؟ بنتي لازم تطلع براءة، هي لا يمكن تعمل كده ابدا، وفضيحة الدكتور الهربان القاتل بتاعكوا تشهد كده. هتضيعوا بنتي ولا ايه؟ انا هفضحكوا، انا مش هسكت لكم ابدا، انا هفضحكوا اكتر ما انتوا كنتوا مفضوحين في كل حاجه. قاتل وهربان؟ يا الست دي بتقول ايه؟ عمر في ازمه يا سما. ربنا يسامحك يا عم، ما كانش ليه لازمه انك تقول له على حادثه تينا يعني. حادثه تينا وازمه؟ هو في ايه اللي بيحصل؟ كان لازم يعرف. هنفضل مخبيين عليه لغايه امتى؟ كفايه المصايب اللي عنده. مصايب وحادثه في ايه؟ في ايه الامور؟ انا مش فاهمه حاجه، ايه اللي حصل يا عم؟ دي اخر حقنه مهدئه هتاخديها. من النهارده لازم تقاومي اي انفعال، وما تضيعيش بقى تعب الايام اللي فاتت. انا حاسه كاني بتولد من تاني، بحسس على الدنيا من بره. حتى خطوه رجلي مش حاسباها، كل اللي شايفه عيني مش واضح. انا ايه اللي بيحصل لي ده يا دكتوره؟ انت يا حبيبتي بتخرجي من السجن اللي حبستي نفسك فيه، واحساسك ان السجان اختفى مخليكي تطلي على الدنيا بشويش. انا قلت لهم اني زقيته عشان يموت. طب احمدي ربنا بقى انهم شافوا القاتل، والا كان زمانك دلوقتي. كان نفسي يصدقوني، كان نفسي اقتله. عمر القتل ما كان حل. واللي عملوا فيا ده تسميه ايه؟ خلاص يا ستي اخد جزاؤه. انا بصراحه صعبان عليا قوي دكتور عمر، انا غلطت ان حكيت له، اكيد هو قتله عشان كده. انت بتقولي ايه؟ عمر هو اللي قتله؟ يا حبيبتي يا سما، خليكي في حضني يا حبيبتي. وحشتيني قوي. وحشتيني قوي انا ما كنتش اعرف ان الدنيا وحشه قوي كده من غيرك. خليكي في حضني عشان اشبع منك. نفسي بالراحة يا تينا، الدكتور قال الانفعالات خطر عليكي. عمر حد يفهمني، فهمني يا عم حافظ اللي حصل لأخويا. عمر متهمينه في غازي عشان كده هرب استخبى. والله غلط يا عمي، أنا قلت لهم وفهمتهم، محدش مصدقني مش عارفة ليه. المهم انت قولي لي، انت جيتي هنا ازاي؟ واللي حصل ده حصل ازاي؟ بعد كل اللي حصل ده كان لازم اجي يا عمي، بس ده مش وقت حكاوي. انا عايزه اطمن على عمر. طمني، عمر مستخبي في مكان ولا الدبان الازرق هيعرف يوصل له. انا مش مطمنه. انا عايزه اروح له. تروحي فين بس؟ انا عايزه اروح له. أنا مش هسيب سما لوحدها. لا اطمني، إذا كان على سما
انا هوديها عند العمار وتطمني عليها هناك خالص. وعمر ربنا يزر الحق ان شاء الله. حبيبي يا اخويا. خلاص بقى. وانت يا سما خلاص الله، وانا جايبك عشان تهديها ولا عشان تزودي همومها؟ مش عارفه ايه اللي بيحصل لنا يا عمو. استغفر. خير ان شاء الله خير. مسكين يا عمر مسكين. ليلتك فول يا دكتور. لله السلامة يا سنياسي. الله يسلمك. وعد حد لمح. طيب يا دكتور ده كلام برضو. بص بقى الدنيا دلوقتي لبش، والايام دي لازم نبقى محرصين. يا دكتور حط في بطنك شادر بطيخ صيفي، احنا في التمام. ايش يا عم اللي في التمام؟ في خدمة بقى صغيرة كده عايزك تعملها لي عشان نقفل بيها الليلة دي. عين الاثنين بس يعني الموظف الاول كله بتمنه يا دكتور. عارف ان كله بتمنه، وانا هديك كل اللي انت عايزه، بس تنفذ اللي هقول لك عليه بالحرف الواحد. كده يبقى احنا متفقين، وانا وداني ملكك. وداني ايه؟ انا كل ملكك. بص يا سيدي، في ناس عايزك تبدلهم وتستنى لغايه ما اديك الاشاره، وانا رهن الاشاره. اه يا تعبانه يا عيني. بس بقى ما تقفريش كده، لا يولدوك بجد. احبك الدور. يخرب بيتك. سلي والنبي والنبي يا سيستر يا اختي والنبي، السونار منين؟ السونار بصي خش كده في اول من على طول. السونار منين؟ الشيله كلها هنا. دي سما. طب يلا تعالي تعالي، بس شويه طعم كده. مش قوي مش قوي كده مش قوي كده يلا. لو حد فيكم يعرف مكانه مش هيحصل لكم كويس، ولو اتصل بيكم يا ريت تبلغوني، الهروب مش في مصلحته. انتوا عايزين ايه من اخويا؟ اخويا بريء ومظلوم، والله العظيم مظلوم. اهدي يا سما مش كده. امرك على الظابط. في حاجة تانية؟ تقدروا تتفضلوا، مع السلامة. الله يسلمك. يلا. يلا يسلمك يلا. يلا يلا. ايه ده؟ انت عايز يا بطل؟ الحمد لله كان نفسي اخدها في حضني قوي. بقول لك ايه، تعالى نديرها لغايه ما الظابط ده يمشي وبعدين ادخل لها. ده روح ماما رضا. السلام عليك يا ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. عشان أنا قلت هتحس بيا قبل ما تشوفيني. عمر 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 أنا سلمت. طمني عليك، أنت عامل إيه؟ وطي صوتك وطي صوتك، مش عايز حد يحس بيا. أنت عامل إيه يا حبيبي؟ أنا كنت هتجنن عليك يا عمر. وأنا كنت هتجنن لو ما شفتكيش. أنا عايز أعرف أنت ليه عملت كده وليه؟ أنا ما قتلتوش يا تينا. أنا متأكدة إنك ما قتلتوش، بس إني هربت يا عمر. ما أنا ما كنتش هربت، كانوا لبسوها لي. دوب جايلهم لحد هنا برجلك. تينا أنا براتي قدامك هي أكتر حاجة كانت تهمني. عمر أنا ما يهمنيش أي حاجة في الدنيا غير إن أنا أشوفك بس وأطمن عليك. أنت كان إيه اللي وداكي عنده؟ إيه اللي كان جايبك هنا؟ عشان أسمع بيه. عشان اسمع بنفسي كل اللي حصل منه، قذارته وتصرفاته. تعرف يا عمر، يا ريتني كنت فهمت الدموع اللي كانت يوم فرحي في عينيك. انا مش عارفه ليه ما فهمتهاش، وزعلانه منك اكتر انك ما صرحتنيش وقلت لي. انا ما قدرتش اكسر فرحتك ولا قلبك. يا ريتك كنت كسرت قلبي، وانا كسرت نفسي وروحي وكسرتنا كلنا دلوقتي. الحمد لله. شفتي؟ شفت شفت اللي متبقي في الغلبانة صفوة فيا.
صفوة هي اللي... لا يا عمر، لا مش صفوة، أنا وصفوة زقناها، ولما غازي اترشق في الإزاز ونزل كله على دماغه جرينا أنا والبنت الغلبانة، كنا مرعوبين وخايفين ورجعنا بتتخبط في بعض لحد ما حصلت الحادثة. بس هو مات مخنوق بسلك تليفون. ما هو ده اللي هيجنني، ده اللي هيجنني، نفسي أعرف مين اللي قتل ومين اللي عمل كده. هيكون مين بس اللي عملها؟ عمر هيشوفوك، استخبى استخبى عمر هيشوفوك. ما تخش يا سما، انت مكسوفة ولا ايه؟ لا ابدا، بس كان نفسي اروح على البيت. روح على البيت ايه؟ مش هتطيقي تقعدي هناك ثانية واحدة، البيت فاضي ما فيهوش حس، ده غير انك مش هتشم هناك غير ريحة التراب وبس. معلش يا عم، مسير الغايب يرجع والبيت يتملي من تاني. طب اسيبك انا دلوقتي. لا لا استنى والنبي يا عمو، انا عايزة اكلم عمر، ممكن تتصل بيه؟ ما بلاش يا سما، انت كده بتزوديها عليه يا حبيبتي، عمر دلوقتي مش حر. ايوه، ويمكن كمان لما يسمع صوتك. ثانيه واحده، ده عمر. عمر؟ ايوه يا عمر. ايوه يا عمر. والنبي استني. الو عمر، انت وحشتني قوي. خلاص بقى يا سما، خلينا نعرف اسمع صوتك، لو حاجه تطمني وخلاص. انا كويس، اطمني. خلي بالك انت من نفسك. كويس قوي انك انت عملتي كده، برافو، كويس. بلاش تقعدي لوحدك، انت كمان يا حبيبتي، انت كمان اديني عم حافظ سيدنا محمد رسول الله. يا عم عايزك تعمل اللي قاله لك ده كويس جدا وتركز فيه قوي، بس تاخد بالك ليكونوا مراقبينك. عودت عين على رؤيك وقلبي يسلم. ايه ده؟ لا الدركسيون ما بيبقاش هنا، الدركسيون هو الناحية دي صح؟ الناحية دي بس. بسم الله عليك يا اخوي. بسم الله عليك. يا سبحان ايه ده؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ايه؟ أول مرة السما تمطر حاجات حلوة. تمطر؟ والله وأنا محتاج إسعافات. يا سبحان الله على الإسعافات الأولية. ولو لازم الجراحة يوم واحد احنا جاهزين. لا يوم واحد ايه؟ ولي أسبوع وشهر. اعتبريها جناية واديني 6 أشهر. بس ايه الحلاوة دي؟ معقول انا فوت ولا ايه؟ فوت هو انت؟ وانت مش انت يا نيالك؟ هو انت ما طلعكش؟ لا استني، عطلين انت سايباني ورايحه فين كده؟ الله اطرزقي في حته تانيه، كفايه قوي اللي شفته منكم. ايه ده؟ وانت رجعتي تاني للشغلانه اللي هي دي بتاعت من الشارع وللشارع؟ نصيبنا كده بقى. سلام. لا استني بس، انت كل شويه سلام مستعجله ليه؟ ما احنا مع بعض، مش قلنا هنخش في جراحه وبتاع؟ بس انا بصراحه بقيت اتشائم كده من الدكاتره. اختي الدكاتره دي قطعه الدكاتره واسنانهم وعينهم، الدكاتره كلهم زي بعضيهم. بصي صوابعك زي بعضيهم. بصي صوابعك وصوابعي، الله والله لايقين على بعض. ما يضرش، لخص وقول فرش ولا غاطه. أنا فرش وغطا الاثنين؟ الحمد لله. طب اركب يا اخويا، اركب. أنا هركب من هنا، هركب أنت من هنا. لا من هنا أقعد. ما تيجي نركب إحنا الاثنين من هنا. لا هنا، أنا هركب من هنا.
تعرف تسوق ولا هتودينا في داهيه؟ والله حيبان بقى. لو ربنا كاتب لنا عمر هنسوق. اطلع يا اخويا وانا اقول لك تروح فين. يا لهوي عليك راجل، ازازه بحالها، ده غير اللي طفحته ولسه المزاج ما توزنش. انا مزاج بقى على الشعر. انا كده تمام. لا 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 اهدى بس حبتين. بس هقول لك اهدى حبتين مش دلوقتي. امال امتى بس؟ لما اوزن انا كمان. خلاص اوزن براحتك يا عبير. طيب ما تفكي نفسك شوية حبتين. زيح اللي انت لابسه ده أفوك. وانا هحط مزيكا وارقص تمام؟ أفوك أفوك قوي. انا يا عشان اصلا أفوك روحي فجأة. لقيتني بفوك فجأة. اهدى بس لسه حبتين كده على الرواقر كده وكده 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 وانا كده تعال بس ايه رايك بقى في المفاجاه؟ تحب ليفك انت مين ولا صلاحك انت مين؟ يا فضحتك يا الله 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 الله. ايه ده؟ ايه ده؟ دكتور عمر زي ما انت زي ما انت زي ما انت زي ما انت انا عايزينك زي ما انت كده بعواطفك الجياشة دي عشان القضية تبقى مظبوطة. هو في ايه؟ انا مش فاهم حاجة يا جماعة. انا جوز الست دي يا روح امك. لا تشد عليه. والله العظيم طلعت لسه ما عملت حاجة. بذمتك مش مقصود من روحك وانت بتقول الكلام ده. شوف يا سيدي عملت ما عملتش ما فرقتش. لانك كده كده لابس القضيه وجوز الست اهو قدامك. وانا هاخد حقي بايدي. حقك يا معلم مش هتاخد فيه ساعه سجن. روحتي بلاش يا رزه. والله العظيم هي اللي جرتني هنا. ها تحب تقول لوحدك ولا تلبس القضيه ولا منك للمعلم؟ اقول ايه؟ انا مش عارف حاجه. بلغ يا دكتور بلغ. خلاص استبينا. خلاص يا دكتور. هقول دكتور عوني هو اللي اتفق مع الراجل ومراته عشان يلبسوك القضية. حلو. وهو اللي قتل غازي صح؟ لا والله العظيم دي أنا ما أعرفها. ماشي سمعني بقى حكاية الست والراجل دي ما كده والاتفاق مع الدكتور عوني من طقطق لسلام عليكم. صوري يا رز. اتفضل يا سيدي. أنت كنت بعاند روحي قبلهم، ما كنتش حاسة بأي أمان، كنت عايزة انتش من الدنيا اي حاجة عشان أأمن روحي. عمر كان ملهي باللي هو فيه ودينا بتطلع عقدها عليا، كنتش عارفة اعمل ايه. كنت بدور على اللي انا عايزاه ورميت نفسي كده من غير ما افكر في اي حاجة. ساعات بحس ان احنا اتخلقنا بس عشان نغلط ونرجع نتوب تاني. عشان كده سامحتي عمر ورجعتي له؟ احنا ما رجعناش لبعض يا سما. امال ايه؟ انا بس حسيت اني لازم اقف جنبه، ما ينفعش اسيبه في الظروف دي. بس انا متاكده انك لسه بتحبيه وممكن كمان. حبيبتي ممكن اي حاجه في الدنيا يبقى لها فرصه تانيه، الا الثقه ما بتجيش الا مره واحده. ايه ده؟ في حركه بره صح؟ ايوه انا سمعت صوت. ما تخش ما تخافش، خطي برجلك الشمال. بقول لك ايه؟ السكه هنا كلها شمال ولا ايه؟ دي المكنة الخصوصي اللي ما بتطلعش الا للزباين العلاوي قوي قوي قوي. الصلاه على النبي على العلاوي. يلا يا راجل. طب هو هنا الباب ده تخطيه من هنا تلاقي الهنا هنا والسعد بقى وقعت. يا صلاة النبي على الهنا. خش يا روح الروح خش. انت ايه اللي جابك هنا؟
أحلام. مش قالت لك هنا هتلاقي السعد ولا هنا؟ وإيه اللي بيحصل بالظبط؟ شفت ذلك النجس وصلك لفين؟ عملت معايا كده ليه يا عوني؟ بقول لك يا دكتور عمر، ما تتسرعش عشان ما تندمش. نبي كتاكيت، شيلوا البتاع اللي على بقهم ده عشان يقولوا اللي هطلبه منهم. قولوا اللي هقول لكم عليه بالحرف الواحد، مفهوم؟ صاحبك قر والحدوته جابت اخرها. قر وقال على كل حاجه. الست اللي انت جبتها عشان تلف لي قضيه وتضيع مستقبلي، ورق الضرايب اللي اختفى فجاه وقدر تقدر، وغازي غازي اللي قتلته او سلطت حد عشان يقتله. يا عمر يا عمر، صدقني انا ماليش علاقه باي كلام اللي انت بتقوله ده. حرام تحكم على نفسك بيه. انت تسلمه يا بطان، ده كلب ولا يسوى. ايدك حركة تانية هيبقى تمنها عمرك. يا عم بقولك ما تقلقش، دي الحكاية وما فيها رسالة، رسالة ليك انت مش لي انا. يا لهوي، دي لمر وسامة. مش انا اللي تسلم بسهولة كده تلامزة. حكمت على نفسك بالموت. اسمع، بص هتسمع من وداني مؤاخذة. بقول لك ايه؟ ايه؟ انا شامم ريحة صاحبك النجس في الموضوع ده. صاحب مين؟ بص ايه؟ هقول لك على حاجة تنفذها زي ما بقول لك من غير ما تفكر، تمام؟ اعتبره حصل من قبل ما تقوله. بص ماشي. ايوه كده بقى نعرف نتفاهم. مفيش تفاهم بيننا يا عوني. اطمن الاول على لامار وسما. لو فضلت عاقل كده هما في امان. لو كلب منكم فكر اني مس شعره منهم هقتلك يا عوني. يا عم ما قلنا تعقل. الله اسمع المفيد. يا عم ما تنجس وتطرش البقين اللي في جوفك. سمعني المفيد يا عوني، اخلص. القضيه بتاعتك ممكن تبقى في شنك وتطلع منها زي الشعره من العجين، والامورتين بتوعك يرجعوا لك صاغ سليم. يخلص وقول طلباتك. تتنازل عن نصيبك في المستشفى. ينيلك راجل طفس وديلك نجس. هستناك بكره الصبح تجيب العقود اللي بينا نقطعها وتمتع التنازل. انت لا يمكن تكون دكتور ولا تستاهل شرف المهنه دي. كل ده عشان تكوش على المستشفى؟ بعدها بساعه بالظبط قضيتك هتبوظ والامورتين هيبقوا في بيتك. بالمناسبه قبل ما انسى، بعد ما امشي ابقوا فوق الراجل ده وخليه يحصلني عشان خاطري تقولوا حاجه يستر بيها جسمي. ما تفكر ده اخويا تاخده معاك. ادي اللي خدتيه من الحب يا بنت الشيخ عرفان، مرمطه بهدله وجع ملوش اخر. عشتي عمرك كله تحاربي عشان تبقي حره، واخرتها ايدي متكتفه وكمامه حبسه صوتك وخانقه دموع جوه قلب مكسور. يلعن ابو الحب وسنينه. انت فين يا عمر؟ انت فين يا ابطان؟ اللي انت عملته ده عين العقل. ده راجل اسود وغلاوي، كان لازم نطاطي لحد ما الريح تعدي ونلحق بالامورتين. بص يا ابطال، انا شام ريحه الراجل نجس اللي اسمه نيازي. عارفه انت يا اختي، عشان كده انا بعت الواد فلانكات يعس وراه يجيب لنا قراره. ما تقلقش انا عارف ده هريزه، اسال حتى باريزه. انا لازم اروح البيت اجيب العود ومضي له على التنازل. بيت ده انت جننت ولا ايه؟ ده زمانه مترشق بالحكومه لاجل طول رقبتك. ولو رقبتي مش هتكون اغلى من رقبه لامار وسما. Thank you.
قصدتش اموته هو، انا كنت عايزه هي اللي تموت، هي اللي خدته مني. ده انا حطيت سمي في السمك عشان اعرف ان هو ما بيحبش السمك. انتوا مديني فين؟ دكتوره الحقيني يا دكتوره. ما تخافيش دكتوره. بصي انا حطيت سمي في السمك عشان عارفه بابا ما بيحبش السمك. انا مش قصدي ان هو اللي يموت، عايزاها هي اللي تموت. والنبي يا دكتوره بابا وحشني قوي، وديني دي عايزه احضنه. حاضر هوديكي. انا مش عايزه ادخل هنا. يلا خدوه على جوه. لا انت فكي ده بسرعه. لا بصي انا ما كنتش عايزه بابا يموت، انا كنت عايزاها هي اللي تموت، هي اللي خطفت بابا مني. يلا انا بحبه قوي. يلا خدوه على جوه. يلا لا ما تدخلني جوه. ما تخافيش انا معاكي. يلا على جوه. هتشوفيه هوديكي له. يلا ما تخافيش. انا خايفه. لا ما تخافيش. النبي يا دكتور. يلا بسرعه. دكتوره مستحيل. بابا وحشني قوي. عفوا. انت تعرفيها؟ انا مش فاهمه حاجه، هي ايه اللي جابها هنا؟ متحولة على ذمة قضية، اتقتلت أبوها. إيه؟ بس وجعت وأزيت. ما كانش قصدي، والله ما كان قصدي. كنت عايش زي أي حد، بقضي لي يومين بفك عن نفسي على حساب كم قلب وكم جرح. ما كدبتش على حد ولا وهمت حد، كله كان عارف وكله كان عايش زيي. محدش حبني بجد. وانت حبيت بجد؟ انا خايف. خايف.
بصراحة شديدة الحالة صعبة جدا، احنا لقينا عندها هبوط شديد في ضغط الدم مع سرعة في ضربات القلب، عشان كده اضطرينا ان احنا نديها صدمة كهربائية. هي قعدت 24 ساعة في العناية مركزة تحت الملاحظة. طب ما اتكلمتش، ما قالتش أي حاجة؟ اتفضل. للأسف ما اتكلمتش، بس واضح ان هي تعرضت لصدمة عصبية حادة. طب هي فين دلوقتي؟ كان في واحد قريبها معاها نقلها المستشفى نفسية وعصبية، ده حسب تقرير الأخصائي. اسمها ايه المستشفى دي؟ اتفضلوا معانا على الاسم عشان نقفل المحضر. عمر في ايه؟ ما تتكلمي يا لمار. في ايه يا عمر؟ مش وقت يا سلمى، قفلي وحصلينا على الاسم بسرعه. طيب حاضر. افتح الباب يا مغاوي. عندي تعليمات عليا ما افتحش بعد الساعة 12. ده على اساس يعني ان احنا ساكنين في مدينة الطلبة ولا ايه؟ لا يا اختي، مدينة الانتاج الاعلاني. انا عبد مأمور يا هاني. ايه ده؟ انت هنا يا هانم؟ اتفضلي، ايه اللي موقفك؟ اتفضلي يا حبيبتي. اوامر يا اخويا ست النظرة، يا جوزي، يا سيد الرجالة. اوامر مين؟ افتح الباب يا مغاوري. يا باشا اصل الست اكتفينا قالت. مفيش حاجة اسمها اكتفينا. انا اكتفيت بالكلام ده. افتح الباب، انا راجل البيت. افتح. حاضر يا باشا، حاضر، ونعمل مرجالي. تفضلي يا حبيبتي، تفضلي. قال اكتفينا قال. ما كمل اول، مش انت يا اخويا اللي كنت تاخد الصواب ده؟ ما انا هرب. يا زفت يا مغاوري، انا مش قلت لك الباب ده ما تفتحش؟ انا كمان قلت له مش شايف شغله كويس، بس ما فتحش لحد غريب. تنسيش انها مراتي. والله مراتك يا عمي يوم ما تعرف تحكمها. مالك يا شاب شد عروق علينا قوي كده ليه؟ ما تخفي حبه، لا يطقلك عرق، محدش يعرف يلم. لا يا حبيبتي، انا اعرف الم اللي عايز يتلم كويس قوي يا حلوه. الحلو يا اختي مترصص عند الحلواني، ولو لازمك مقرمش اخطف لك حته من الطعم. يا ده انت طعم يا بتاع الكنافه. اخسع رجاله، خوانا خيت، مش دي اللي ما كنتش عارف لها طريق من الصبح؟ ايوه صحيح، كنت فين يا غزال من الصبح؟ ده كلام خصوصي، ما ينفعش يا حبيبي يتقال على الملأ كده، لين اربع حيطان يداروه. وعلى رأي المثل، جوزي وانا حر فيه، جوزي اغسل واكويني. تعالي اغسليني واكويني. بدنك تفش منك من شويه. الفساد بقى عامل زي الوباء، بينهش في البلد ومحدش بيتكلم، وكل ده على حساب جثس الغلابة. كله بيلهط من على وش الفتة. يا جماعة من الآخر، وقفتنا بكرة لازم تتعرض وتتصور. من الآخر عايزها فوضى. فهمتوا؟ عايز افهم انت ازاي ما بتخافش، ازاي قادر تقولي الكلام ده؟ ما تسيبك بقى من الكلام ده، وخلينا مركزين في اللحظه اللطيفه اللي احنا عايشينها دي. ده انا بقالي شهور بتمناها. خدي. انت عارف انا ما بشربش الحاجات دي. براحتك، انا عايز ابسطك زي ما انا مبسوط. على فكره بابي عنده مشاكل كتير قوي بسبب مقالاته والكلام اللي بيكتبه. لا ابوكي ده قصه تانية خالص، ده راجل بيلعبها صح، عارف يستفيد من كل الجهات. هو انت ازاي بتتكلم عن بابي كده؟ بقولك ايه، ما تزعليش مني، انا صريح. انا رايي ان المعارضه الهشه عامله زي الحاكم الفاسد بالظبط، عامله زي السوس بياكل في البلد لحد ما وصلها للي هي فيه. يكفي انه بيحط ايده في ايد ناس عكس فكره تماما، وكل ده ليه؟ عشان يكسب اصواتهم في الانتخابات، صح؟
كلها مصالح تتصالح. أنا ماشية ومش عايزة أشوف وشك تاني. ماشي؟ مش مالي عينك ولا ايه؟ عمر مش مالي عينك انا؟ ليه؟ ليه؟ بتلاقي وانا معاك وشايف بتبوظ بلاقي ايه بس؟ بتاع ايه؟ لا اله الا الله كلام عينيك ازاي؟ ده دي اللي بتخوفني منك. ده غير قصص الف ليله وليله يا دكتور شهريار. شهريار؟ شهريار مره واحده انا غير رمضان؟ ده انت شهريار؟ يا بنتي كل ده كلام فاضي وصيت على الفاضي وافترى افترى من طبعا. البشر على العبد الغلباني. عمر حبيبي انا مش عايزاك تضحك عليا، انا شبعت كد من كل اللي حواليا، نفسي بطمن لحد. تعب يا مان يبحث السلم الجديده يا جدع، اول مره تسهري اول مره تخرجي واو يعني في ده عمر واو لونج تايم عمر ار يو اوكي؟ يا حبيبي انا كويس، انا بس كل اللي عايزاني انك تفضل معايا خالص. يلاقي دم يسيل زي البتاعه دي كده. لو كنت هبعد عنك هفضل لازق جوه يعني في خيالك وفي ظلك وجوه زي بس لو الجزر جوه التورلك وبوس كده ايوه جوه ده بقى. طب يلا يا حبيبي قوم نرقص بس بادب وعينك في عينيا بس. لا لا منتهى الادب. لا لا ادب ادب انا معايا انا ادب ادب عمر مش كده عمر حبيب انا معايا ادب ادب يعني بتعملي ايه؟ تجاره سيبيني في حالي بتاعي بره. اسيبك ده ايه؟ انت بتعملي كده في نفسك كده ليه؟ قلت مالكيش دعوه انا مش عايزه اشوف حد، اطلعي بره. مالك فيكي ايه؟ ما انا لازم افهم. مجنونه مجنونه زي ما انت قلتي. بصي وديني مستشفى امراض العقليه وارتاحي مني، مش ده اللي انت عايزه توصلي له؟ انت فعلا ما بقتيش طبيعيه. وايه اللي بقى طبيعي؟ ايه اللي بقى طبيعي؟ كلكم كدابين. في ايه مالك؟ كلكم بتضحكوا على بعض. حسبي سيبيني مجنونه عايزه اشوف حد. انتي مجنونه بره تسامح الواد، ما رضيتش تحبسه ولا تبهدله ولا توديه في داهيه.
بيحصل لي. بالتأكيد ده ذنبي ودي ذنوبي وربنا بيخلصها فيها. اوعى تقول كده، ده ربنا مفيش أحن منه علينا ورحمته سابقة قضاء. ارمي حمولك على ربنا. بقول لك ايه، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. تعالى أقول لك لقمة، ده انت من صباحية ربنا على لحم بطنك. مش هينفع يا حبيبتي، مش هينفع، نقعد هنا جنبها عشان لو صحيت واحتاجت حاجة. خلاص يبقى هجيب لك الأكل هنا. لا لا والله مليانة نفسي. ما ينفعش يا عمر، ما ينفعش تقع من طولك، واحنا كلنا حواليك، انت سندنا يا حبيبي، كلنا متشعلقين في رقبتك، ربنا يخليك لينا. متخافش، هعمل لك لقمة خفيفة كده عشان خاطري. سلام عليك يا حبيبتي. أنا قلت برضو أجي أطمن عليك بنفسي. شفتي بقى آخرة العين دي إيه؟ شفتي وصلنا لفين؟ كان عليكي بإيه بس من ده كله؟ غازي ملوش لازمة الكلام ده يا أخي. إحنا جايين نطمن على الدكتورة. ده عيش وملح برضو. مالك يا حبيبتي؟ خايفة من ايه؟ مش معنى ان انتوا اتطلقتوا ان الراجل هيسيبك، لا، ده برضه ابن اصل، وبيتهيألي كان في بينكوا وبين بعض عشرة، مش كده ولا ايه؟ يا ريت بس نكون عقلنا وعرفنا مصلحتنا. ايش قلبك اسود يا غازي؟ بنوته ايه؟ زي الفول اللي قدامك اهي، ومش هتنطق بولا كلمه، يا بس ربنا يقويها اللي هي فيه ويقومها بالسلامه، وبعد كده يحلها الف حلال. ولا ايه يا ست العرايس؟ امين يا رب. افهم من كده انك موافقه؟ مش عارفه يا عمر، انا بصراحه محتاره. يعني يا تينا ده اصغر منك وكمان متجوز. ما هو انا ما سمعتلوش غير بعد ما عرفت انه طلقها وكده. يعني اصغر منك دي عادي. ها خدي بالك، ده ما كملش كام شهر جواز وصفوه ما فيهاش عيب. ايوه يا عمر، بس هما ما اتفقوش مع بعض، وهو قال لي، وبعدين هو بيحبني. مش داخل دماغي الكلام ده. ليه يا عمر؟ اختك ما تستاهلش انها تتحب. لا يا حبيبتي انا ما اقصدش كده خالص. انت تستاهلي طبعا تتحبي، انا اقصد ان تستاهلي جواز احسن من كده مليون مره. بس احنا مش هنضحك على بعض يا عمر، انا العمر بقى بيجري بيا خلاص، وانت عارف ان اختك ما بتخلفش. يعني انا ست معيوب. اسمعك تقولي الكلام ده تاني. بصي لي هنا، بصي لي هنا، مش حاجه تخليكي تبصي في الارض ابدا. انت ست الستات، فاهمه؟ ست الستات. انا اقصد يعني ان انت هي بتقدم لك ارسان وجوازات احسن من كده بكتير، وانت اللي رفضتيهم. ايوه يا عمر، عشان انا عايزه اتحب مش هتجوز. وغازي قال لك انه بيحبك؟ اه والله العظيم قال لي انه بيحبني. وانتي يبقى مفيش قدامي حل غير اني اوافق، حتى لو مش مقتنع. بس الاول لازم اسال صفو هما اتطلقوا ليه، معلش عشان ابقى مطمن. طبعا غلطانه، كان لازم توديه في 60 داهيه. تصدق ان انا خفت عليهم واخدينه؟ ده
حتى هو بيتهجم عليا. كنت ببص له بشوف واحد يائس وعايز ينتحر. يا بنتي ده واد سافر وعايز الربايه من الاول وجديد. كفايه اللي شافه وراح لحاله بقى. امال انا حذرته يهاوب تاني مره ريحه البازار، وحياه ربنا اللي هخلي نيلته سودا. ايه يا اختي اللي انا سمعته ده؟ ده انا كان قلبي هيقف لما عرفت باللي جرى. متشكره قوي حبيبتي، ميرسي. بس لا مؤاخذه يعني انت برضك غلطانه، ما هو مفيش واحد يتجرأ على واحده بالشكل ده الا لو فتح له سك. لو سمحتي خليكي في حالك. مين دي يا لمار؟ غزال يا روح الروح. ايه ما سمعتيش عني قبل كده؟ يا مدام غزال عايزه ايه دلوقتي؟ مش عايزه حاجه يا حبيبتي، انا كنت جايه اقوم بالواجب واعمل الاصول. كتر خيرك يا اختي. ايه ده انت بتعملي ايه هنا يا بنت انت؟ نقول طور يقولوا حلبوه. يوه ما قلنا جايين نعمل الواجب. دي مرات الغالي. يلا بت قومي من هنا، يلا بت، يلا امشي من هنا يلا. بقى ده جزاتي اللي جاي ياخد بخاطرها بعد البهدله اللي شافتها؟ ده اغتصابي عليا. مين يا بنت اللي قالك الكلام الفاضي ده؟ دي حاجه واضحه زي الشمس، ده مكتوب على الجبين، واللي ما يشوفش من القربال يبقى اعمى. وبعدين بقى، وبعدين بقى انا ماسك نفسي بالعافيه. يا واش يا واش يا واش يا دكتوره، انا برضك قصدي خير. انا كده كده كنت لازم امشي، اصل بصراحه قاعده زي دي تشبهني. احترمي نفسك. وانا واحده ليا سمعتي، والسمعه يا حبيبتي عامله زي عود الكبريت. يا بلحه يا حلوه يا مقمعه، شرفت اخواتك. يلا بنت يلا بنت ما تزقش. ده احنا بعدنا عن كل الناس، ردي عليا بقى. بقولك ايه، انا ما بحبش الاستعجال وانت مستعجل قوي. انا ما بقتش قادر ابعد عنك اكتر من كده، وبعدين الحياه اللي احنا عايشينها البهدله دي انا مش قادر عليها. انا كبرت مش قادر على بهدله الشوارع والكافيتريات، انت دوختيني. طب بقولك ايه، انا ليا شروط. اي حاجه انت تقولي عليها انا موافق عليها قبل ما اسمعها. اي حاجه اي حاجه اي حاجه اي حاجه. طب اسمعها الاول يمكن ما تعجبكش. لا اي حاجه تقربني منك عجباني. طب بص بقى يا سيدي، انا مش هقول لك بقى انا عايزه شبكه ومهر ومؤخر والكلام البلدي ده، خصوصا ان انت عايز الموضوع يبقى في السر، يبقى لازم تعوضني. هعمل لك كل اللي يريحك. بجد بجد اموري. طب انا عايزه شقه وتفرشها لي وتكتبها لي باسمي. موافق موافق. اه وعايزك تفتح لي حساب في البنك وتحط لي في مبلغ محترم بالدولار. بالدولار؟ حاضر موافق. بجد؟ اه بجد. يبقى متفقين. متفقين؟ متفقين. خلاص نتجوز. ها؟ انت لو ما خلصناش من البلوه اللي انت بالينا بيها دي وديني اروح فيك داهيه. ايه ده يا عمر مش كده؟ اهدى ازاي بقى؟ اهدى ازاي؟ وانت باليني بحيه في البيت، حيه عماله تبخ في سمها ليل نهار. انا بايدي ايه هعمله؟ كنت عايزني اسيبها تفضحك. انا مش هخلص ده من قصه تفضحك تفضحك دي، مش هخلص انا. وحد قال لك تروح تهيس وكمان تتصور معاها؟ ما انا ما كنتش في وعي يا اخي. ومراتك هتصدق الكلام ده؟ حتى لو مراتك صدقت الناس هتصدق سمعتك هتبقى عامله ازاي؟ انا ضحيت بنفسي عشانك. لا تصدق اسمي اشعر بالحبه دول. لا حلوين حلوين. هجس وطبل يا عمي، هجس وطبل يا عمي، هجس وطبل يا عمي. راح يقول لعمه هجس وطبل. تعال هنا. يا اخي بطل هزار. مالي هتهزر؟ هرتكب جنايه، هرتكب جنايه. طب اهدى اهدى بس وخلينا في مصيبه مراتك. وانت رايح تقول لها؟ رايح تقول لها يا عمي؟ بتفتن زي العيال. هي غريبه دي مراتك، الكلام جاب بعضه. كلامي شوف اقول له ايه بقى، يقول لي ايه؟ شوف بقى جيله منين، راح بحوط لي جاي منين. انت عايز تجنني؟ طب خلاص خلاص اهدى وشوف انت عايز ايه وانا مستعد اعمله. تحب؟ استغفر الله العظيم يا رب. ها؟ تحب انا؟ بتقول ايه؟ هطلعها. ومالك متأثر قوي كده يعني؟ مالك يعني؟ روميو وجولييت عادي. الورقة معاك ولا معاها؟ ورقتي ورقتي
ورقة الجواز. أنا لا شفت ورقة ولا جواز. أنت مش قلتلي إنك أنت اتجوزتها؟ ما إيه؟ هما قالولي. هما؟ لا هي. هي هي قالتلي. هي قالتلي ماشي. لا وقريبها كمان قالي. قريبها؟ لا لسه. ورجالته كانوا موجودين قالولي برضو. هو كان في قريبها ورجالته؟ أمال مين اللي اتجوز؟ أمال أنا بقول لك إيه؟ أنا بقول لك إيه؟ دي عصابة يا ريس وكانوا هيودوك في 60 داهية لولا أنا. ضحيت بنفسك علشان ارحمني بقى من الحبة دول، ارحمني ده في مصيبة كبيرة كمان كبيرة يا رب يا رب. طب استنى يا عمر. كفاية يا رب مصايب بقى يا رب. هقول لك حاجة مهمة بس. استغفر الله العظيم يا رب. عشان خاطري عمر. عمر. نعم. يا ما قالتلكش راحت فين؟ يا مين؟ وانت ما تعرفش والله بجد؟ لا راجل لا راجل لا يا شديد عمي حسبي الله ونعم الوكيل. مع عصبيتك دي هي اللي مخليك موكوس مع مراتك. ده اختبار يا عمر اختبار. انت كمان هتكلمني في الاختبار؟ حتى مش اختبار. هنادي لا حول ولا قوة إلا بالله. لا لا بس هو اختبار. هو اختبار اختبار صعب بس اختبار. انا قلت انه اختبار. رقاصة؟ رقاصة يا خلوصي؟ امالها الرقاصة يا اختي؟ فكة احنا جايبينك من على سجادة الصلاة واحنا ما نعرفش ولا ايه؟ ايوه بس ده قبل ما اتجوز واتستت في بيت. ما بيتك ده روح امك احنا واخدينه بوضع اليد، يعني اول ما يخلص حوار السي دي هيرموك رمية الكلاب. اسمعوا انا مشروع الكباريه ده مشروع عمري ومش اي حد يخش معايا في شريك. خلوصي لم القرشينات اللي خدهم من السي دي وخش معايا بنسبة. وانت يا باريزة عايزك تلم اللي تقدري عليه وتخش بنسبة او تأمني مستقبلك وتقبل وش الدنيا. وطالما يا اخوي انتم مسقسقين الاناني كده مع بعض كانت لازمتها ايه البهدلة والمرمطة؟ يا بت ده انا اللي عامل لك الجواز بايديا. ايه؟ يعني انت ضحكت عليا يا خلوصي وسلمتني؟ يا بت ما تقوليش كده يا بت. اسلمك ايه؟ هو الشغل محتاج السكرات عشان مصلحة تقضى. مصلحة؟ ما احنا يا اخويا خدنا الفلوس وفرتكناها. اللي انتوا فرتكتوها دي الفكه مسح زور. انما الهبره الكبيره لسه وانا لسه ما جاش ودي محتاجه ترتيب وصبر. كلمه الهبره دي يا ريس بتجيلي على الجرح على طول. انا عايزك على طول تشجيني تديني كل شويه هبره هبره هبره. حبيبي لما خلوص يكلمني على حكايه الدكتور ده انا عملت عنه تحرياتي نطورت حوالي رجالتي وجابوا لي خبره طلع ست سمين تقيل ومحتاج صبر يا ايوب. ولقيت ايه؟ لقيت حكايه السي دي اللي بتلعبوا بيها دي كلام فاضي. يعني لو اتزنق ممكن يقولوا انه ملعوب فيه متركب يعني. والناس بتنسى والمولد بيتفضل. معنى كلامك ده يا مسطره؟ معناه انكم تسمعوا كلام اللي هيديكوا قد اللي انتوا خدتوه 10 مرات. وده مين ده يا اخو؟ انا. اهلا يا باشا. اتفضل يا باشا اتفضل. اهلا وسهلا يا باشا نورت الدنيا. اتفضل 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 اقعد. وانت مين يا خول؟ مش مهم المهم المصلحه اللي حدك معانا. ما ترسينا على الموضوع يا باشا. سيبك من الباشا انا هرسيك على كل حاجه. نبي ما انا فاهمه حاجه. ايه العباره؟ يا بنت ركز مع الباشا ونضف الجمجمه كده. هي مهمه مهمه لو نجحتي فيها هترفعك لفوق لفوق قوي يمكن توصلك لغايه الروف. انما بقى لو فشلتي هتخسف بيك الارض هتنزلك اسفل سافلين مش بعيد كمان انها ترجعك تاني للبدروم اللي تربيتي فيه. فاهمه؟ يا صباح الفل. اهلا اهلا يا دكتور اتفضل. الله ده انا افتكرتك عوني. واحد يا دكتور احنا هنا في خدمتك اتفضل. الله يخليك. لا بس عايز اعرف دكتوره صفوة عندك فكره هي فين ما جاتش ليه؟ دكتوره صفوة انت بتفتكرها ولا ايه؟ لا طبعا هو في حد ينسى الدكتوره صفوة؟ انا بقول برضو كده. عندك فكره ولا ما عندكش؟
طبعا يا دكتور، وانا في حاجه تخفى عليا لا مؤاخذه في المستشفى دي. هي فين يعني؟ ها؟ سافرت، خدت اجازه طويله عشان تريح دماغها من الهم ده، سافرت عند قرايبها بره. سافرت؟ امتى؟ بعد ما اتطلقت من الدكتور غازي مباشره. سوري يا دكتور عمر، بس في حاله منتظره بره من بدري. طب يلا يا مريم انا جاي وراك على طول. اي مساعده يا دكتور؟ اهلا وسهلا. مساء الخير. اهلا وسهلا. اتفضل. العملية فشلت. مفيش حملة يا دكتور. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. معلش ما قلناش حاجة. إحنا هنحاول تاني. لا 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 لا. لا تاني ولا تالت. إحنا كده تمام قوي يا دكتور. يلا بينا. على رأيك. ربنا مش رايد وهو ما بيتعاملش. يا جماعة لحظة واحدة. لحظة واحدة. ربنا إدانا عقل. إدانا عقل عشان نفكر. يا دكتور حضرتك مش عارف احنا لمينا الفلوس دي ازاي؟ كفايه قوي بقى لحد كده. يلا لحظه واحده يا فندم، مش معنى ان العمليه فشلت ان احنا خلاص. لا، لازم نحاول تاني وتالت لحد ما ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يريد. وان كان على المصاريف اسمح لي، يعني المره دي انا متحملها. انت ذنبك ايه بس يا دكتور؟ المصاريف ايه بس؟ مش لازم يكون في ذنب عشان نسند بعضينا. اتفضل دكتور قول له يتجوز. انا خلاص مش مقسوم لي اني اخلف. انت مجنونه؟ هو العيب ده مش ممكن يكون فيا انا؟ ايه هنعترض ولا ايه؟ يا جماعه صلوا على النبي. صلوا على النبي لو سمحت. عليه الصلاه والسلام. انتوا تحاليلكم كويسه جدا. تحاليلكم بتاكد ان ما فيكوش اصلا اي عيوب. يبقى ما فيش مشكله ان احنا نحاول تاني. لحد ما ربنا يريد. ما تفكك من الموضوع ده يا خلوصي، تعالى نهج. انا مش مصدقك يا مريم. يعني يوم ما الحظ يختش على دمه ويخبط على باب بيتنا نصد ونقفل في وشه الباب؟ الباب اللي جيلك منه الريح يا خلوصي. ده برزز ريح ايه؟ ده نسيم الدنيا كلها. انت ناسي الياس ده عمل ايه في عم ايوب؟ انا عايزك انت غندوره اللي تفتكر الكلمتين دول. ليه بقى؟ عشان مش نفس الحبل اللي مات بيه عم ايوب يتلف على رقبتك الحلوه دي وتوحشينا. الله يخرب بيتك، انت هتخوفني ليه؟ هو انا ناقصه؟ مش مخوفك يا بريزه، انا بفوقك. بعدين انا عايز اقول لك حاجه يا برزز، احنا هنبقى اصحاب ملك وشركه في كباريه خمس نجوم، وانت هتبقى راقصه في مصر الاولى، واحتمال نعمل لك فيلم زي الفنانه نبيله عبيد الراقصه والطبال. ماشي يا عم، مع ان قلبي مش مطمن خالص. لا يا اختي طمنيه، وقولي له يا اختي كمان ايه خلوصه بيسلم عليه. متهيألي كده كله تمام يا دكتور. كله تمام يا اخ نيازي. اتفضل يا سيدي، واعتبر ده مجرد ربط كلام. شكلها معرفة خير إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله خير. ربنا يديم المعروف يا سيدي. أمين يا دكتور. اتفضل. هو مش أنتِ برضه الأنسة عفة ربيارة غاي؟ نعم. أنا واقف شايفك بقالي كتير قوي وعايز أجي أتكلم معاكي، بس بصراحة يعني مقلق وخايف. ما تخافش أنا ما بعدش. تمام. أنا كابتن علي، مدرب تنس أنا في النادي. مش هاخد من وقت غير دقيقتين، بس في موضوع لازم أتكلم معاك فيه. وحضرتك يا كابتن شايف فيا مثلا موهبة شيكابالا ولا حاجة؟ لا هو مش كده، هو أنا بس بحب بنت هنا قوي معانا في النادي، ويعني نفسي أتقدم لها وأتجوزها. تمام. أنا شايف يا كابتن أنت المفروض تنجز بقى، عشان أنا عايز أعرف، عايز مني أزغرط لك مثلا؟ لا مش كده، بس البنت دي في راجل كبير بفلوس ونفوذ ودخل لها ولعب عليها، خطفها مني من الاخر. وانا دوري ايه بقى في الليله الحلوه دي؟ الراجل ده يبقى والدك الاستاذ ربيع. بابي انا كل طالبه منك بس ان انت تساعديني نحاول نخرج من الازمه دي باي شكل. هي البنت دي اسمها سما؟ بصي انا عايزاكي تنسي كل اللي حصل ده، تمسحيه باستيكا، واوعي جوزك يحس انه قصر فيكي. حاسبه على نفسيه جوزك. مش عارفه اقول لك ايه يا تينا، انا حاسه اني مش هقدر اسعد عمر. لا يا حبيبتي اوعي تقولي كده، اليومين دول بس معلش عديهم، الدنيا ضغط عليه قوي، مدياله وشها الوحش.
خليكي انت الوش الحلو اللي بيهون عليه. اعمل ايه تاني بس يا تينا؟ انا خلاص فاض بيا. هقولك تاني، اعملي مره واتنين وعشره وعشرين وتلتمية يا اختي. الوشي خليكي بصي دني كده على ودانه زي الدبانه. الوشي يا بنت بحلاوتك. حلاوتي؟ رقص ورقصت له، غنى وغنت له، ضحك وضحكت معاه، لعب ولعبت معاه، اعمل ايه تاني يا اختي؟ وانا انا عارفه ايه اللي صعبه. ده واد زي الورد وفي عز شبابه، هي العكوسات بس اللي شد عليه حيلها شويه. عكوسات؟ ماشي يا تينا، نفك ام العكوسات. الحاله النفسيه هي مفتاح السعاده الزوجيه، وعلاقه الرجل بمراته مرتبطه ارتباط وثيق وكلي وجزئي، بل ومادي وما. اصحى معايا يا حبيبي، اصحى يا حبيبي انت. ايوه عشان هسألك في الاخر. اصحى يا حبيبي، انتوا فاهمين حاجة؟ لا. بمعنى؟ ايوه، هو الشعب ده بتعب بمعنى. ماشي، يعني الراجل منكم لو لقى نفسه في ليلة من ذات الليالي مش كفء. ايوه منوبك سوا مش كفء. ياه، ده انتوا معاناة جماعية. ماشي، لو لقى نفسه مش كفء يروح يدور على حالته النفسية، يشوف مثلا مين معاه كان عليه في البيت، مين مضايقه في شغله، مين قرفه في السكة وهو راجع، عم عنده معاه كان عليه حياته، حد بيهدده بسي دي مثلا ولا حاجة، حد غلط معاها غلطة ومسكاه من رقبته فيها، حاجات كده يعني. تبنا إلى الله. هي كلها حجج وشماعات بتعلقوا عليها خيبتكم رجالة آخر زمن. نلتقي بعد الفاصل يا جماعة. يلا يا حبيبي انت وهو، حساب مشاريب الوصلة الأولى وانجزوا، قصروا وتتكسروا. يلا يا حبيبي، يلا يا أخويا. سامع مراتك بتقول إيه؟ يرضيك؟ يعني عشان أنا يعني فكيت نفسي معاك، عشان انتوا اهلي يعني تقوم تعيرني كده. لا ابوش ايدك، فك معانا او معايا انا بالذات فك. لا تعيرني ولا عيرك، الهم طيني وطيلك. لا لا يا حبيبي، انا لسه ما وصلتش المرحله دي والليله دي هزبت. الوصله الثانيه يا قبام. الوصله الثانيه مش لما يخلص الاولانيه. الكلام ده ليك انت. ايه؟ بمعنى. ايوه بمعنى. انا اموت واعرف اتاخرت لحد دلوقتي راحت فين. اموت واعرف اتاخرت لحد دلوقتي راحت فين. الساعه 12، الساعه 12 لسه ما جتش. الساعه 12، الساعه 12 ولسه ما جتش. لا حول ولا قوه الا بالله. كل ده بتذاكر بتذاكر فين يا ربي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. اهدي بقى اهدي بقى، وترتينا يا ست طينا. انا اللي وترتك، انا اللي وترتك. امال انت بتعملي فيا ايه؟ راح جايه وترددي الكلام ورايا ايه؟ انا اللي يا بنتي ايديا بتخدل، ايديا بتخدل. صدقي بالله انا غلطانه ان انا باخد بخاطرك. بتحي اهجت اهي خلاص. ايوه انت روحي شوفيها، روحي شوفيها. يعني يا اختي الساعه عدت 12 والباب لسه مفتوح. كل ده عشان السنيور الصغير لسه ما وصلتش. انما انا اختي لو اتاخرت تعمليها لي ليله. عم حافظ خد الست دي وتكلم على الله احسن لكم. اوه ماي وايف تينا غزل هانم جايه تعتذر لك. كتر خيرك وخيرها، متشكرين منكم قوي. الله يكرمكم، خرجوا من نفوخي انا اللي فيها مكفيني. بقى انا جايه اوصل للود تقومي تصديني كده؟ يا اختي لا ود ولا مش ود، كتر الف خيرك. انا مش فايقه لكم. شايف يا زازا؟ شايف بتعمل ايه؟ وانا اللي جايه وقصدي خير ومديها لها ايديا وفاتحه لها دراعاتي تقوم تعمل معايا كده؟ لا يا تينا، انت غلطانه في حاجه، لازم تبوسي على راسك. ابوس ايه؟ طب عليا النعمه من نعمه ربي، لو البنت المعزه دي ما خرجتش من هنا دلوقتي حالا لا انا فاتحاها ولما عليها قامت لا اله الا الله وعليا وعلى اعدائي. خلص يا غزال. تعالي هنا. عمي 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 انتي دافع عليا شاشه اسمك ايه انتي؟ اسمي اسمي انا حارسك وصايك يا اختي. بقول لك يا بنت حلي على نفوخنا. لا لا يا
يا تينا انت غلطانه من سالتك في راسك. ناوي ابو زمغ ابو زمغ سيب حيل. تعالى بات تعالى بات تعالى يا بات هناتو ما بيتحركيش ما بتشتمكيش يا هراد يا هراد اوريك يا هراد انا وراني. في ايه؟ بيت ده ولا جنينة حيوانات؟ اخراسي خالص مش عايز اسمع نفس. ايوه على ما بيجيش غير بالساك. انا قلت بس ولا هتعلي صوتها ولا حتى اللي هيعلي صوته حسابه هيبقى معايا انا. ايه في ايه؟ خلاص ايام الدلع خلصت النهارده. عمر بتاع زمان فينيتو دي عمر جديد فاهمين؟ ايوه عمر الجامد. ايوه 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 يا حبيبي. أيوة. عمر بيبي تعال انا عايزاك. انا جاي يا بيبي حالا. عمر فعلا جامد. اوعى يا عم. تعالى لامورا لامار. لحظه واحده يا حبيبي. لحظتين ثلاثه اربعه براحتك خالص. براحتك خالص خالص خالص. الا الليله الليله بارك يا رب يا رب بارك يا رب يا رب بارك يا رب بارك يا رب بارك يا رب بارك وتزيدوا. وحشتني قوي يا قلبي. وانت الله اول مره الحلو يكمل كده. شكل النفسيه متظبطه الليله. يعني هو ينفع برضه هو في حد يشوف حلاوه كده؟ ريو بريو. امال كنت بتزعق ليه؟ ده تسخين يعني تمرين كده عشان واحد يفتكر. تفتكر ايه؟ انا هفكرك حالا. عمر. انا ما اسميش عمر. انا حواش. يا رب تبارك يا رب يا رب تبارك يا رب. مغاوري يا مغاوري. ايه في ايه؟ عفا كويس يا سما ان انت عرفتيني. اثرتي عليا حوار طويل قوي. ممكن اعرف بقى انت جايه في ساعه زي دي عايزه ايه؟ بصي يا سما عشان مصلحتك ومصلحتي انا جايه اقول لك كلمتين وهمشي. سما انا عايزاكي تبعدي عن مش قادرة. مالك؟ في ايه؟ يا غوري مش قادرة. انزلي طب معايا. يلا انزلي. هاخد الشقة دي. مش عارفة تعالي اسلي بيها. طيب تعالي الحقيني. مش عارفة. يا غوري تعالي يا اختي تعالي ندخلها الدكتور عمر يشوف عليها. لا لا عمر لا عمر لا بلاش. حرام عليك البنت هتموت. الفضايل دي يا ربي. يا دي النيلة. لا بقى هو في ايه؟ دي مؤامرة. هي الجوازة دي حرام ولا ايه؟ هدي روحك يا حبيبي هدي روحك عشان نفسيتك تبوظ. أرجوك عشان خاطري. خليك انت خليك انت مالكيش دعوة باللي بيحصل لنا هنا. تعالى يا اخويا الحقني الحق ايه اللي حصل؟ شوف حكاية البنت دي ايه؟ ايه ده؟ روج؟ وهيجي منين الروج ده؟ يا اخي اللهم صل على النبي. ارحموني ارحموني بقى يا اخويا. هو ده وقت اباحة؟ البنت هتموت في ايدينا. يلا بسرعة يا نهار اسود. سكي نفسك سكي نفسك.
المستشفى غير لما اجيبك للقاوي. اه يا رجال ده شيبوب ده رجع تاني. اروحوا يا رجال. ايه العبط ده؟ استنى 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 خدني معاك. تاني امشي امشي. انت بتجري من مين؟ الله هيقتلوك لو فضلت ثانية تانية كمان هنا. يلا بسرعة. انت بتجري من شيبوب ده برضو؟ يلا امشي بقى. دي كفرة قريش اللي بيطردونا دول. مش هتحرك ولا خطوه زياده لما افهم ايه اللي بيحصل بالظبط ومين اللي بيجروا وراك دول وانت مين اصلا. اخ اخويا مالي في ايه؟ مالك؟ مش عارف حاسه بدوخه بدوخه جامده قوي. طب خلي راسك على فوق كده. راسك على فوق كده. تحبي اوديكي مستشفى؟ لا 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 مستشفى ده ايه. لا انا ممكن اوصف لك عنوان توصلني ليه وده اخر طلب. اوعدك انا عارفه ان انت تعبتك معايا بس ده اخر طلب. انا شفت السحن دي فين قبل كده. وانت يا حضرت ايه اللي موافق هنا؟ لا ايه اللي موافق هنا؟ واقف يعني لهينا بس دايخه شويه ف يعني واقف. طب بعد اذنك الرخص. ماشي يا دكتور. يا ريت تفضل معايا عشان الحته دي مقطوعه. شفتها فين انا قبل كده دي؟ نعم. ها؟ لا الناس الغريبه دي. قلتي لي انت مين؟ انت قصدي عايز تروحي فين؟ انا حذرتكوا كذا مره مفيش حد فيكوا اتحرك. محدش لومني على اللي حصل. تبقي اكيد اتجننتي رسمي. انت عارفه اللي انت عملتيه ده ممكن يعمل لي ايه؟ يهد تاريخي كله. تاريخي ايه وجغرافية ايه؟ هي هتهد مستقبلك اللي جاي. مفيش تاريخ بيتهد بمجرد ما تقال الحقيقة، انما المستقبل بقى فيه كلام تاني يا سيادة الرئيس. انتي تخرفي تقولي ايه؟ انا بقيت اخرف مجنونة، ناقص ايه تاني عادي يعني؟ ناقص انك تتربي وتتعلمي الاصول وتعرفي قيمة اللي باباكي بيعمله ليكي ولينا وللبلد كلها. ما بلاش يا مامي كلام الانترفيوهات ده، احنا هنا في البيت مش على المنصة. هي حصلت قلة الأدب كمان؟ من فضلك يا ميار. الكلام اللي انت بتقوليه ده له معاني انا مش قادر استوعبها. انت عايزه توصلي لايه؟ انا اسفه يا بابي مش قصدي، بس مامي هي اللي من الاول. مامي بتعاتبك على غلطه انت عاملاها. انا ما عملتش حاجه غلط، انا قلت اللي حصل. والنبي مش مكسوفه من نفسك؟ رايحه تعترفي ان في واحد كان بايت عندك في الاوضه من ورانا يا بجحه. انا ما كنتش متصور انك هتحرجي نفسك وتحرجينا كلنا وتحطينا في الموقف ده. انت بتعملي كده ليه؟ وليه مصره تكسريني؟ علشان ما بقتش مصدقاك. هنا من فضلك لو سمحت. هنا؟ ايوه. بس هنا من فضلك لو سمحت دي حسيت انك هتفعل بنديره يعني. حسيت انك واخده تاكسي يعني من هم ابيض واسود حتى ما تعرفش تكاسي البيضه. لحظه واحده زي ما انت زي ما انت زي ما انت. اتفضلي. الحمد لله على السلامه. ميرسي جدا. تحت عمرك. بجد مش عارفه اشكرك ازاي على اللي عملته معايا الليله. تشكريني بانك تقولي لي اسمك ورقم تليفونك وهشوفك امتى تاني. اسمي لمار. وانا اسمي الدكتور عمر النواوي. دكتور نسا. عمر النواوي. عمر النواوي؟ اه. هو انت؟ ايه ده وانا مشهور قوي كده؟ انا مش واخد بالي. دلوقتي بس عرفت انت كنت بتجري من مين. اه قابلت الاوس والخزرج اللي اعلنوا عليا الحرب ده. انا لسه يا دوب بقول اسمي لقيت وجت رقم ده شايبوب ده جري ورايا. طب انت ايه اللي كان موديك عندهم؟ انا مش فاهم. انا مش رايح لهم اصلا. انا رايح اطمن على واحده حتى ما اعرفش اسمها ايه. كل اللي اعرفه نمره اوضتها.
ولما انت ما تعرفش اسمها اصلا ايه رحت عندها تعمل ايه؟ انا رايحه بره زمتي، كنت رايحه افهمها ان الحادثه اللي حصلت لها بعربيتي انا ماليش دخل بيها، لا سايق العربيه ولا كانت معايا اصلا العربيه. لقيت نفسي ما كنتش متوقع طبعا انه هيحصل كده. تحكي على ايه؟ لا مفيش، بكره هتعرف. طب ايه 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 في ايه؟ ايه انت اللي انا قصدي يعني ايه؟ صلي على النبي، انا ما قصدش حاجه يعني. ما قلناش هنتقابل تاني ازاي مثلا؟ انا شايفه بقى ان مش من مصلحتك خالص ان احنا نتقابل تاني. طب ليه؟ ما قلنا مش من مصلحتك خالص، وبكره هتعرف. تصبح على خير يا دكتور. ولا فاهم حاجه في اي حاجه. اطفح بالسم الهاري حرونا في جبتتك. اها جوعيه يا بنتي يا هنادي، لو انت هتسممي لنا الوجبه اللي انت مسلكاها اهي. ما انت ما بيتمرش فيك، عمال اسرق لك اشي فراخ وشي باميه وشي رز وشي كيكه، وانت البعيد ما بتحسش. لا وبايونير. بايونير اسمها مايونيز يا جاهل. بص جوه بقى شويه وخليك معايا كده. ابص جوه؟ ده يا بنت اللي بيوصلك جوه محتاج نضاره معظمه. مالكيش مالك يا بنت، صبه خرساني معتقه. خليك ملقح كده زي لوح العجين لحد ما اتجلد. ايه ده؟ ايه دي؟ استني بقى اما اشوف مين ده. الله الله، ايه دي؟ مالك يا حافظ؟ يا لهوي، ده متشلفط على الاخر. الحقيقة فات يا ست تينا. يا خرابي، هاتوا في ناس حطوه في العربيه واديله فلوس وقالوا لي على العنوان ده. يا نهار اسود، تعالى يا حافظ تعالى. على مهلك يا اخويا. ايه بسم الله الرحمن الرحيم، اسندي معايا يا بنتي يا هنادي. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. ايه ده؟ اسمع، امسك نفسك، امسك. بسم الله الرحمن الرحيم. حاسب القلة، حاسب القلة. ربنا ستر. حاسب ايه اللي عمل في وشك كده يا عمي؟ عمي ايه ده؟ جبتوه منين؟ كان لوحده مع الناس اللي سابوه. طيب اتفضل انت، اتفضل. لا لا ما تودونيش الخرابة. خرابة؟ خرابة ايه؟ الله محفظنا يا بيها خرابة. امشي يا بيه امشي. تعال بقولك ايه يا عمي، عمر 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 فين؟ الخرابة خرابة. هاتوا وراي، هاتوا وراي. حاضر يا سيد، يلا يلا صحاب. كم رح يا عمين هو ده متوكر ولا ايه؟ كسر ايدك. تعال يا بنت هنا يا بنت. عايزة يا ولي انت جاية بنت في ايه يا بنت؟ بقولك يا بنت، ايه القلاجة اللي انت فيها دي؟ شكلك كده جاي استغفر الله العظيم. بقول لكم ايه، استعيذ الكتب من الشيطان ولفوا وحطوا مكان ما جيتوا. ولا عشمانه في حاجه تيجي لي حبيبتي وانا اخد لها زقنها شمال ويمين. لا حول ولا قوه الا بالله. يا ابني انت دايما كده واجع قلبي عليك من ساعه ما التليفونات دي اتعملت، يا اما الرقم غير متاح يا اما التليفون بيضرب ومحدش بيرد. رحت فين يا عمر؟ بس دايما كده شاغلني عليك وجع قلبي. ايه ده بيت؟ مالك فيكي ايه؟ في ايه بيت؟ مالك؟ مش حاجه يا ست، تحت امرك. تحت امري ايه؟ انت بتعيطي؟ ده انا عليا وجعني بس. عليك وجعك يا بيت؟ يا بيت ده انا اللي مربياكي. يا بيت فيكي ايه؟ اقعدي ترزي احكي لي ايه اللي حصل. مش حاجه يا ست، مخنوقه شويه بس. مخنوقه ايه؟ ده انا اللي هتخنق من اهلك. قولي لي يا بت، حد من اهلك من البلد جه وزعلك ولا حاجه؟ وانا بشوف وشهم غير عشان ياخدوا المعيه. امال مالك؟ بت انت يا بت، انا ابتديت اتخانق. مفيش حاجه يا ست، صعبان عليا نفسي. صعبان عليكي نفسك يعني ايه؟ نفسي انا ابقى زي كل البنات. زي كل البنات يعني ايه؟ زيهم يعني. نيلك يا بنت، يا بنت عايزه تتجوز يا بنت. منين يا حسن؟ ماما واخواتي كل شهر يجي ياخدوا القرشين، ولما اقول لهم هاتوا حاجه يقولوا لي انتي عايشه بلقمتك. انتي بنت عبيطه ولا ايه؟ يا بنت المرتب اللي انا بديهولهم ده هو ده مرتبك بجد؟ ده انا بديهم بس يا دوب عشان يسدوا بقهم. لكن انتي عارفه جهازك وبيتك وكله ده عندي. انا مش قايله لك كده من وانت صغيره؟ ده انت عندي يا بنت من وانت عندك 5 سنين. ولما يجي المهفوف على دماغه ويتشك في عقله علشان يطلبك ويتنايل يتجوزك، والنبي ده انا مش، بصي هجيب لك جهاز احلى من بنت سما كمان. انت احلى من سما واغلى من سما واجمل من سما. ده انت زي سما واكتر يا بنت. يا بنت ده انا اللي مربياكي. انا عارف مش منك ابدا يا ست زينه.
تاني طينة دي؟ اهو طينة دي اللي هتخلينا ترتب دلوقتي حالا، ايه رأيك بقى؟ طب خلاص والنبي ما تزعلي، خلاص ربنا يديكي يا اختي على قد يدك كده ويخليكي ليا. انتي اكيد بتهزري، وخبطتوا في بعض ازاي؟ اه ده اللي حصل، لقيته في وشي بيجري زي، لقيت معاه عربية وقلت الحمد لله فرصة. طبعا كان لازم يجري، وبعدين انتي مش فاهمة بقى ابن عمك عمل فيه ايه، اداله حتة دين علقة، أخد بعضه ورهوان جري، وكان معاه واحد غريب كده بس قفشوه. وعملوا فيه ايه؟ وانا ايش عرفني، انا المهم عندي ان هما مسكوا في بعض، وجريت عليكي بسرعة عشان الحقك اشوفك فيه ايه. لقيته بيقول لي ان هو كان جاي يبرق نفسه. تصدقي شكله فعلا ملوش دعوه بحكايه الحادثه دي، وتصدقي برضو انه شكله لطيف قوي. بصراحه انا كنت فاكره اكبر من كده بكتير. اكبر ولا اصغر، احنا هنتجوزه او راح لحاله. انا دلوقتي بقى في المصيبه اللي انا فيها، مش عارفه هخلص منها ازاي. يا بنتي هو انتي مش قلتي لي ان باباكي؟ يا نهار اسود، لحسن يكون قريبك عارف ان انتي هنا. يا بنتي قومي افتحي الباب. بقول لك افرضي قريبك. ما تخافيش يا سلمى، قومي افتحي الباب. انت متاكده؟ ايوه متاكده، قومي. حاضر هفتح الباب. الشيخ عرفان، ازاي حضرتك؟ لا تاخذيني يا سلمى يا بنتي اني جيت في وقت متاخر. خالص يا عمي، حضرتك تشرف في اي وقت. لا تخافي، لمار هي اللي قالت لي انها عندك. لمار؟ وانتي تفتكري ممكن تعدي ليله من غير ما الحاج عرفان يعرف بنته فين؟ ما بقاش تربيت ايده. اتفضل يا بابا. اتفضل. وحشتني قوي. لكن انا عاتب عليك، كيف تسيب المستشفى بالطريقه هذه؟ قلبي كان هيتخلع يا لمار لحد ما كلمتيني في التليفون. لساكي تعبانه يا بنتي؟ ما تقلقش عليها يا عم، هي بقت زي الفل، وانا كلمت الدكتور الصبح وقال لي ان هي بقت كويسه جدا. انت عارف يا بابا ان لا يمكن اكسر لك كلمه ولا يمكن اخرج عن طوعك، وانا لما اتاكدت ان الجوازه دي مش جايه على هواك زيي عملت اللي انا عملته. ربنا يخليك ليا يا بنتي. ويخليك ليا يا بابا. ارجوك يا بابا، متعب ده لازم يفهم ان احنا ولاد عمه، بس ما ينفعش بعد ما بدات انجح ارجع اتلخم تاني. ولد عمك هيتجنن، مش عايز يعديها بسلام. طول ما انت في ظهري انا مطمنه يا بابا. ربنا يجيب العواقب سليمة. خبر القبض عليا في الفرح اتشهر في كل حتة. أنا مش عارف مين اللي بينخرب ورايا وعايز يأذيني. دي ضريبة النجاح يا دكتور. وهي العملية بالسهل، وكل ما تنجح أكتر كل ما الأعداء يزيدوا. أنا مش عارف حبر المرضى بتوعي بعد كده بأني وش. وش إيه؟ المصيبة بقى لو نشروا حكاية البت اللي قالت انك كنت بايت عندها. تبقى مصيبة. انت معايا ولا مع الاعداء؟ عليا بنورك. انا عملت لك الفطار بايديا يا دكتور، يلا حطي للدكتور ودغوري في 60 داهية. يلا انك انت عنك انت. ايه ده؟ للدكتور للدكتور، اوعى ما تمشي. مش لما نعرف الحكاية الاول. خلاص خلاص انا اسفة اسفة. من غير كل. ومين ليه نفس بس يا تينا؟ ايه كفى الله الشر، في ايه مالك؟ قول لي مين اللي زعلك على الصبح عشان اخنقه. انا قلت له بلاش تكبر الموضوع. ايه يعني لما يتنشر في النت ان اتمسك يوم فرح وعادي؟ ايه اتنشر على النت؟ لا حول ولا قوه الا بالله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم يا رب. استغفر الله العظيم. معلش يا حبيبي. شايف الناس ناس. أعوذ بالله أعوذ بالله، ناس شر جوهم سواد كارهين إنك تكبر وتنجح. استغفر الله العظيم. بس معلش ربنا إن شاء الله يرد كده. والله أنا قلت كده برضه. لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه ده يا عم ده؟ إيه يا عم حافظ ده؟ أنت الظاهر عالية إمبارح عملت لك تربنة. أنت لو كنت شفت شكله كان جاي شكله موت من الضحك. موت من الضحك، ما أنت ما شفتيش. كل واحد فيهم كف ايده طلع لها توأم يهفن الألم. عارف زي بندول السعر. بركة يا عم حافظ اللي جت فيك انت، وربنا نجيك انت. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ما انا رحت مصدره هو في الأول وياخد هو يقابلهم هم الأول، وانا رحت واخدها جري جري. بس وانا بجري بقى خبطت في حتة واحدة. أهلاً.
امشي يا بنت غوري قطعلك ودنك. واحدة أهلا. مش اللي في بالك يا تينا، مش اللي في بالك. أنا وأنا بجري لقيت واحدة بتجري هي كمان قدامي، نزلت أجري وهي بتجري، ولما وصلت العربية ببص لقيتها قاعدة جنبي وفضلت تلح عليا إن أطلع بيها، ولما وقفت شفت واحدة تانية، إنما أنا متأكد إني شفتها قبل كده. آه أنتوا معايا؟ معاك حتى بالأمارة واحدة تانية. أيوه مش بقولك أهلا. مش اللي في بالك خالص يا تينا، دي واحدة تانية خالص، إنما كانت بتجري من بوليس وعربية بوكس، إنما خدوها برضو. أنتوا معايا؟ لا يا عمر، لا يا أخويا يا حبيبي، أنت تعبان، خش نام، خش نام لك شوية، يلا. فيها يا تينا؟ هم حدش مصدقني ليه في أي حاجة بقولها؟ لا مصدقينك، مصدقينك، بس طب اسمع، أنت مركز معايا؟ مركز معاكي. طيب، الست اللي كانت بتجري الأولانية اسمها إيه؟ الأولانية اللي كانت بتجري في معايا في المستشفى؟ أيوه. قالت اسم غريب كده. ها؟ مش فاكر. أيوه الأولانية اسمها مش فاكر. التانية بقى اسمها ايه؟ التانية اللي كانت بتجري من البوكس. دي بصراحة مش فاكر. طب يبقى اتحلت، الأولانية مش فاكر والتانية مش فاكر، يبقى الاتنين اخوات ربما. اقول لك ايه، انت تخش تاخد دش سخن، ها، تلات ايام تنام، تصحى تلاقي نفسك فرش. دش ايه وتلات ايام ايه؟ انت فاكرني بخرف؟ ربما. تبنى الى الله. الاستاذ زينهم جنح المحامي، خليه اتفضل يا ابني. قلت لي بقى حكايه اسم باريزا ده ايه؟ اسم دلع يا باشا. هو اشمعنى يعني احمد بيقول له يا حماده، ولا حسن بيقول له يا صوت، ولا نبيل بيقول له يا بلبل؟ جت عليا انا. زينهم جنح المحامي حاضر مع المتهمه ست باريزا هانم، واود اولا اني اطلع على ايه؟ على المحضر يا استاذ، معانا كارت قبل كده. محضر القضيه، دخلت كارت قبل كده. اتفضل يا استاذ. اتفضل اتفضل يا استاذ. انت شايفه ان لبس زي ده في حته مقطوعه زي دي غلط عليك قوي يا غزال؟ والله اللي حلت يا باشا، والفقر مش عيب. يعني انا مش شايف ان في امر ضبط واحضار، او حتى حاله تلبس، او حتى فعل فاضح في الـ ايه، في الطريق العام يا استاذ. في الطريق العام تبقى فين بقى سيادتك الـ 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 القضيه؟ من الواضح ان انت قوي في القانون يا استاذ، وسريع في قراءه المحضر. لما انت شايفه ان انت سليمه كده، جريتي من الدوريه ليه؟ وانا شرفني انها دوريه يا باشا، انا افتكرتها عربيه مسروقه فيها عيال شمامين بيعطوا على جت، ولا مؤاخذة يعني، وهم بيقولوا في التلفزيون ان عربيات الحكومه بتتسرق. يرضيك يا كنت ذبيحه يا باشا؟ قلبي واكلني قوي على البيت، تاخر قوي يا فلان. ان شاء الله خير خير. بص ايه يا جماعه، في ايه؟ طمني، ايه الاخبار؟ زي ما قلت لك، انا دوست زينهم جنح والاجر على الله، خدت اربع ايام بس. ده عادي عادي، خدت اربع ايام وده عادي. طب يا دكتوره، محتاج اسالك سؤال، ندخل في مرحله الخطر امتى؟ ما تاخد اعدام؟ ما انت كنت بتعمل معاهم ايه جوه يا اسطى؟ ايه يا اسطى؟ بص ده البوس يا بني ادم، البوس. لا مؤاخذة يا اسطى، ما يعرفش. لا 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 لا، صلوا على النبي، احنا في النهاية بقى. انا هخلصها لكم، هخلصها لكم. ده شكله هو اللي هيخلص عليها بقى. قلب عندك يا اختي، ما تلاقيش، انا في ظهرك، هطلعك منها، انا هطلعك منها. هي ما دقت على راس طبول يا خلوص، يعني هي اول مرة؟ انا باريزة قلت لك رجلي على رجلك في الشغل، خلعت المرة اللي فاتت العيال عكشتك، والمرة دي الحكومة عكشتك، وافتح لنا والسوق بيشغي. ما احنا لو لينا ظهر زي الراجل بتاع الحادثة بسلامته كان زماننا برا. ناس ليها غطا وناس عايشاها مرمطة. باريزة اختي، احنا هنقعد نقول شعر واحنا في النيابة ولا ايه؟ بقولك ايه؟ ما تلافيني بوسة دخان. دخان برضه؟ ماشي، كنفي دي. يا اخي اوعى يا اخي. ماشي ناشف كده يا حصول. لو قوليلي انت قصدك مين بسلامته اللي انت قلت عليه ده؟ الراجل بتاع الحادثة بتاع الليلة اياها. قصدك الدكتور؟ الدكتور. وده شفتيه فين؟ شايفاه بعينيا الاتنين دول، وهو عمال يعط في مكنه الدريه. مكنه الدريه يا ابن اللعيبه. يلا يا اخت مشوى كده، يلا يا اخت. بالراحه يا اخويا، بالراحه. لا حصول، ما تلاقيش يا باريزة، مش هسيبك، مش هسيبك. تعالى هنا. انت رايح فين؟ ايه بس؟ بقول لك ايه يا ابويا معلم، انت اسمك ايه؟ انت نسيت اسمع خلوص بيه، زينهم جنح المحامي اخويا. ما من عاشر روما، روح امك. بقول لك يالا، انا شاكك ان انت محامي.
اقبلي بالكرنيه. ايه؟ كرنيه؟ اتغسل في البنطلون من يومين. وايه اللي خليك تغسل البنطلون؟ بص بقى، بمناسبة الغسيل، أربع أيام وبريزة تبقى معايا في البيت، غير كده أنا هغسل أمك. ديل 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 أصلا. وأنت ولا روح أمك. البت خدت أربع أيام أفلانك، هسرح بمين أنا بس؟ كان لازم بجد أشكرك على وقفتك معايا. مهما حصل، مهما حصل يا أفا، أنا عمري ما كنت هجيب سيرتك. ما أنا عارفة، عشان كده جيت ولحقتك زي العادة. مالكش يدمر. لا هيدمر، مش عايزه تقولي بقى جبتيني منين. ايه يا عمر؟ فيه يا عمر؟ ما تفكك من ام الحوار ده وخليك معايا هنا. انا عارفه برضه يا حبيبتي، انا في ورطه، انا بجد في ورطه، ومحتاج اعرف يعني الفرح كان يوم ايه. هو ده يوم يتنسي؟ ده يوم الخميس الاخير يا قلبي. حلو قوي. انا صحيت عندك كان يوم السبت. الجمعه بقى اللي بتوينهم ده راح فين؟ اكيد عارف عنه حاجه، او فاكره حاجه، او حاسه حاجه، او لمحه. لا يا حبيبي، انت مش عارفني؟ لا والله مش واخد بالي. انت اللي ولدتني. انا اللي ولدتك؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا، افتكرتك يا بس انت كنت بشنب ساعتها. فاكر طنط عفا كانت بره على المستشفى؟ لا فبصوت بقى لسه في الجنان برضه زي ما هي. باي باي يا حبيبي، يبقى ناخد صوره سيلفي مع بعض. افتكري بقى يا حفه. معرفش، انا كل اللي اعرفه قلته لك يا عمر. انا جالي تليفون من رقم حضرتك، قمت رديت لقيت واحده بتقول لي ان انت مرمي في حته في الشارع، خدت بعضي على ملا وشي ورحت جبتك، بس ده كل اللي حصل. حلو قوي الكلام ده. الواحده دي بقى ركزي معايا، ما شفتيش، ما قلتليش حاجه. مثلا يا دكتور، مثلا ولا شفتها ولا اعرفها، وما تضيعليش وقتي في حوار الفاكسان ده يا حبيبي. خليك معايا بقى. احنا ايه؟ ايه يا عمر؟ ايه بقى ايه؟ 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 عفة. بص يا عفة حبيبتي. قول يا حبيبي. عشان نبقى برضه واضحين مع بعضينا. استني يا انا اتغيرت خالص. خالص. ما بقاش ينفع ارجع زي زمان. يعني تقدري تقولي كده تبت الى الله. بص يا حبيبي. بصيت. انا مش تحت امر حضرتك. تدخل حياتي وقت ما تحب وتخرج منها وقت ما تحب. عمر انا بحبك. عارفه ايه بحبك ولا لا؟ وانا تبت الى الله. عمو عمرو انت مش فاكرني؟ لا يا حبيبتي والله مش واخد بالي. انت اللي ولدتني. ولدتك برضه؟ ايوه افتكرت. سبحان الله. لما كان شعرها اهلا. ازيك؟ عامله ايه؟ كانت محجبه ساعتها. بس مش عارفه طنط ايه اللي ولدتني؟ طبعا مش هيقدر يقرب لي لما بابا يقول الكلام ده. ما ينفعش يكسر كلامه اصلا. بس ممكن يعمل لي حاجه كده من بعيد لبعيد. ايه جو اللبش ده؟ وبعدين صحيح هو مش عارف مكان المحل ولا ايه؟ ما ده اللي قلقني والله. ممكن يجي لي هناك بقى ويعمل لي مصيبه وتبقى فضيحه. ايه ده ايه ده ايه ده؟ مش ده الدكتور بتاع الحادثه؟ اهو. ما تفضحينه على الحادثه. ايه اللي كاتبينه ده؟ لا وايه؟ كل اللي عنده معجبات ستات بس. بيدافعوا عنه بطريقه مش طبيعيه. تلاقيهم زباينه بتوع المستشفى ولا العياده. انت شكله مساوي الهوايل قوي. اسكتي، مش حابه يعملها معايا. بس انا ايه بقى، اديت له وش كده. ليه يا بنتي؟ ما تبطلي بقى فقر وفكيها شويه. سلمى، الراجل اللي بيحب كتير بيكذب كتير، وانا ما بكرهش في حياتي قد الكذابين. وانت ايه اللي مخليكي متاكده قوي ان هو دنجوان عصره اوانه؟ مش يمكن يطلع مظلوم؟ مظلوم؟ المظلوم ايه؟ من اللي سمعته في المستشفى، من ممرضات في المستشفى، وممرضات كانوا شغالين معاه، وستات عيانين كانوا عنده زباين. ده ما صدقوا سمعوا اسمه وراحوا قايلين كلام كتير عنه. ما انت عارفه بقى الناس ما بتصدق تلاقي حكايه تتكلم فيها. ما كانش ناقصني بقى غير ان انا اشوفه. واديني شفته ليله المستشفى. والله قلت مع ادم حد صدقني. يا بنتي ما فيش اضمن من الراجل اللي لافف وداير قبل الجواز، على الاقل اسمه شبعان. سلمى بصي بقى، الحب عند اللي زي عمر ده شبه الحياة، قطره ماشي وفي محطات كتيرة قوي بيقف فيها كل شوية، إنما عند اللي زي أنا شبه الموت، ما بيجيش إلا مرة واحدة بس. عشان كده لا يمكن نتقابل.
حقيقي يا دكتور انا مش عارفه اشكرك ازاي على اللي انت بتعمله معايا. انت زي ما تكون بتبنيني. انت شخص صعب الواحد يخسره يا صفو. عمر انا مش عايزاك تتاثر باللي انكتب ده، كله فرقعات ملهاش اي قيمه. متأثرش ازاي بس، احنا شغلتنا حساسه قوي وسمعه. اللي الناس تحبه ما يتخافش عليه. مش عارف مين اللي نزل الخبر ده وازاي نزله بالسرعه دي. مفيش اكتر من المؤذيين. انا دكتور عمر النووي، الوصول لمكتب الاستعلامات الامان. يلا نشوف شغلنا. دكتور غازي ايه عمر حصل له حاجه؟ لا لا خالص. ليه بتقولي كده؟ لا انا بقول كده عشان انت مش متعود تيجي هنا. لان مفيش سبب يخليني اجي هنا. ده كوافير حريمي يعني وانا مش متجوز او مرتبط عشان اجي مع واحده بتعمل شعرها. صح. لا بس انا مش قصدي يعني. الموضوع باختصار، لا انا جالي دواء مهم قوي ومن بره وبيعالج الام القولون بشكل هايل، بس فقلت اجيبهولك. ميرسي بس انا ما كنتش عايزه اتعبك معايا. مفيش تعب خالص ولا حاجة. طب ما كنت اديته لعمر اخويا. طب ما يمكن انا عايز اطمن عليكي. صح. يعني انا اسفة نسيت اقول لك تشرب ايه، اصلا انا اتلخبطت يعني كده واتخضيت على عمر وكده يعني. هي تشرب ايه؟ لا لا ولا اي حاجة. انا مش عايز اعطلك اكتر من كده. شوفك على خير بقى. طب الدواء؟ شكرا. قرفانة وزهقانة ومش طايقة نفسي، عايزة أعمل أي حاجة جديدة، أي حاجة مختلفة. سما يا حبيبتي أنت بقيتي غريبة أوي، أنا ساعات بحس إنك عجوزة وعندك ولا 100 سنة. وانت لما تقعدي مع ناس وتعيشي معاهم في بيت واحد وتلاقي كل واحد فيه مالها عنك اصلا، مش مركز معاكي بس الا في اخطائك، هتفهم انا بقيت كده ازاي. والناس اللي بتيجي تاخدك بالعربيه؟ لا دول تفالي. كلهم معديين الخمسين على فكره. ما انا عارفه. اقول لك بقى، قولي. اصل الراجل لما بيوصل للسن ده بيبقى ضعيف، وضعف ده بيقلب بحنيه ودلع بيبقى طعمها لذيذ قوي، وبيني وبينك مفيش منهم خوف. ايه ده؟ ايه؟ دوري تسالي برضه؟ تسالي انت هتشرديني؟ ايه رايك في المفاجاه دي؟ ايه ده العربيه الجديده؟ قلت انت لازم تكوني اول واحده تركبيها. انا اشمعنى بقى؟ علشان وحشتيني. وانت قوي 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 قوي. طب يا نهى انا همشي انا بقى. نسيت اعرفكم، نهى صاحبتي، موري اخويا. اهلا يا نهى، ما تيجي نوصلك معانا؟ يا ريت بس بابا مستنيني. طب يلا حبيبتي روحي لبابا طريق اخضر. يا ماما يلا يلا يا ماما. باي. يلا حبيبتي باي. ايه ايه حبيب هورتي. ايه صغير عليك دي يا دك، دي حتى مش مزه ومش ستايلك. بص على الطريق ده قلنا خلاص والله العظيم ده. تبنا الى الله يخرب بيت عيشك. انت هتقول لي انا هقول لك عليا النعمه. عليا النعمه. انت لو وقفت هنا خمس دقايق كمان لا تلم منهم شكاير قد كده في العربيه دي يا بنتي. خلاص مش عايزين. مش هنا ايه رايك في العربيه الجديده؟ جميله قوي. جميله جميله. كنت اتهبلتي كده. ايه يا صاحبي قوي. بس انت وحشتيني. وانت قوي. وحشتيني قوي قوي قوي. لو واحدة من زمايلك شاوروا لنا ولا حاجة انزلي في الدواسة وانا هتصرف. انت تاني؟ الليرد اللي معانا ده مش مطمني على البيت ان شاء الله. قوم يا بص. ها بريزة طمنيني يا اختي، هنروح تمام. وشك مش مريحني في ايه بس؟ اديني البس اربع ايام يا خلوص. اربع ايام ايه؟ هو فيها حكم ولا ايه؟ ما ترد يا قرد ولا انت فالح بس تتنطلي. عيب عيب يا استاذ خلوصي بيه. بس هو قلت لي ياما شديد حبتين ولا انت الحمار حبتين؟ طب ما جاب لك رقبته شقتين. بلاش انت هتلوث ايدك يا فلان. شكرا يا بص. عارف لو ما كنتش جبت البتاع ده من الاول كان زماننا خرجنا من اول مره. اعمل ايه بس يا باريزه؟ هو اللي بيشبط فيا كل مره يقول لي خدني معاك واديني فرصتي. هتفرج يا اختي هتفرج.
خدي جبت لك لقمتين كده تقومي بيهم وقعت الاكل والفطور فطوره اختي كمان والنبي عشان كل واحده بتحق زودت لي الطحينه قوي قوي يا اختي انا عايزك تطمني يا ست باريزه هنا وانت كمان يا استاذ خلص بتطمن والاخ فلانك يقلق يعني انت هتطمن وحياه ابوك تشيل اللي بتاعك من قدامي لحسن وديني انفض جتتي واملى هدوم ببلاوي الحاجه الفراقه العماله تشفس جتتي خلاص خلاص يا باريزه فلانك قوم انا بص وطول الواد ده بلاكاش بنضارته واخد غرزتين دي تعالى خلاص يا باريزه ما تغريز نفسك بقى خلاص في ايه فينش فينش تعالى لي دغري والله العظيم الواد ده فيري جود وسمعته زي الفل تعالى لي دغري يا اخويا وقول لي انه بناكله باريزه ازعل والله ازعل انا استرخص فيكي ما تشوفي الاكل والفطوره حتى ما حطيتش التبس والله استلقط لي محامي عدل وبجد وبحق وحقيقي يا خلوصي لحسن يا حبيبي اخذ فيها انا حب وانت ترجع لي النفخ العاده نشكر يا عم صباح الخير الحمد لله بالسلامه يا قط الله يسلمك ازيك يا فاضل الحمد لله على سلامتك يا فاضل الله يسلمك ميرسي فاضل كمل معايا زمان اسمع تمام اكسكيوز مي بقولك يا سلمى هو الشغل في النازله نايم ليه يا ستي اديها ماشيه بالزق هنعمل ايه ما شايفه الحل عامل ازاي طب بصي انا جبت معايا شويه حاجات تحفه لسه مخلصه الشغل فيهم امبارح شوفي كده حلوين قوي بس دولت هنضطر نسافر شرم الشيخ نعرضهم هناك ربنا يسهل بقى باي باي اخدوا حاجه يا فاضل زي ما انت عارفه اتفرجوا ومشوا ماشي هوا اكون جايب لحضرتك النسكافيه بتاعك ايه ده بنفسك يا فاضل وانا عندي اغلى منك هتعب له يا فندم حلو قوي يا فاضل ده بس ما بيريحنيش خالص وبعدين مسهول كده ومنحنح قوي يا بنتي خلينا في اكل عشنا روحي شوفي شغلك روحي يا شيخه هاتي دي من اوعي هاتي لا فنانه يا لمار فنانه خير يا دكتور خير ان شاء الله تشغليش بالك خالص دي حاجه طبيعيه جدا خصوصا في المرحله اللي انت فيها دي هو جوز حضرتك فين تعيش انت يا دكتور بقى لله بقاله كتير 3 ايام يا دكتور 3 ايام ومن ساعتها وانا مش عارفه مالي جسمي مش طبيعي حاسه كده بحاجات غير طبيعيه ده غير اللي انا قلت عليه لحضرتك جوه في اوضه الكشف ومش هقدر اعيده تاني اصلا انا بتكسف قوي يا دكتور ان شاء الله حضرتك هتمشي العلاج ده باذن الله وان شاء الله خير ان شاء الله انا متبشره بيك خير يا دكتور وحاسه كده ان علاجي هيبقى على ايديك خصوصا بعد صديقاتي ما شكروا لي فيك وفرحت برفانك ميرسي يا فندم كتر خيري الشافي هو الله يا فندم احنا يا دوبك اسباب الله الله يا دكتور كلامك زي البلسم ينزل على الجرح يطيب انت ما تتصورش الكلام بتاعك ده انت ما تتصورش كلامك ده عمل فيا ايه عمل ايه هون علي عذابي اللي عايشه فيه من بعد وفاه المرحوم عذابي يا حاجه دول يا دوبك 3 ايام اعتبريهم يعني ظرف شهري هات وبيقولوا لي فتحه بقول لك ايه يا دكتور الله 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 ما تعدي عليا يوم الخميس ونقرا الفتحه سوا تبنا الى الله حنان يلا حرك. يلا انجز هتعرف تقفله ولا لا تريش بسرعه بقول لك يا فاضل بكرة بقى من بدري هنا من النجمة هتلاقيني راشق هنا عيني يا عيني على الناس اللي كنا نتحايل عليها عشان تفتح لنا من بدري هو انت؟ انا شفتي بقى النقدر اوصل لك وعرفت الطريق ازاي؟